مازال مشكل تسرب المياه بحي 200 مسكن بحي تارقة ببلدية الملح منذ أكثر من أسبوع، مازال المشكل كما كان. والدليل ها هو الصورة أمامكم، المياه تضيع في كل لحظة، السكان سكتوا عن هذا الحق، حتى واحد ما حب يتكلم، اللي جاوا يصنعوا جاوا وقفوا هنا وراحوا وكأنهم لا يبالون، والمياه تضيع وكأنها في سبيل الله، يعني تضيع شوف المياه تمشي هباء منثورا. لماذا هذا السكوت الجائع؟ لماذا السكوت؟ أين الناس باش تدخل في هذه القضية؟ علاش هذا الماء الضائع هذا؟ علاش ما يدخلوش يجي يوقفوا لنا هذا الماء؟ علاش؟ شوف الماء وين راه قاعد يمشي، حتى واحد ما يبالي. لماذا؟ ونحن أمس بحاجة إلى هذه المياه التي تضيع الآن أكثر من شهر، مازال المياه تضيع. لماذا؟ من تدفق المياه حتى واحد ما يبالي. تكلمنا مرارا وتكرارا، جاءوا بعض العمال ثم ذهبوا. الماء ما زال يضيع الماء. والصورة هي الوحيدة اللي تمد الناس، ها المياه تجري، ها يعني ليلا نهارا تقريب شهر وهي كاين هكا. ها جاو العمال، نشكرهم على اللي زادوا حفروه وخلوه، ها هو حفروه. السكان طبعا السكان ما يهدرش، شكون اللي يبغي المنكر؟ طبعا ما كاش يبغي يهدر، هذا المياه ضايعه، روح بلعوها وصي، علاش نضيعوا في الماء؟ حنا امس حاجه لهذه المياه. حي 200 مسكن بلديه الملح.